ودائما وابدا اول حاجه كنبداو بها هي الماركت كاب 340 مليار دولار. علاش كنبداو بالماركت كاب؟ لان الماركت كاب تقريبا هو اول انديكاتور ولا اول مؤشر كيعطينا حاله سوق العملات الرقميه. كيف ما شفتوا 340 مليار دولار السوق بدا كي يعني كيعرف واحد ضخ العديد من الاموال، العديد من رؤوس الاموال. كيف ما شفتوا البيتكوين وصل في الماركت كاب ديالو 195 مليار دولار، يعني قرب 200 مليار دولار، وهذا رقم قياسي عالمي للبيتكوين. 11676 دولار. الإيثريوم 468 دولار. صراحة الإيثريوم ما طلعش بالمستوى اللي خاصو يطلع به مقارنة بالبيتكوين. أنا كنقول مقارنة بالبيتكوين الإيثريوم طلع، ولكن كنشوفوا العديد من العملات الرقمية اللي داروا فوا دو فوا تخوا، يعني دوبلو ثلاثة المرات، في حين أن الإيثريوم تقريبا نزلت واحد 60 ولا 70 دولار حتى 80 دولار في هاد الآونة الأخيرة. بالنسبة للإيوطا اللي كانت مفاجأة كبيرة، 2.67 دولار. صراحة إيوطا الناس اللي ثقوا فيها واستثمروا فيها فاش كانت 0.33 دولار، 0.33 دولار، دابا 2.67 دولار. ولا رجعتوا للفيديوهات السابقة اللي كانت في القناة، وكنت كندير الريكاب ولا كنت كندير ريزومي ديال الماركت كاب، غتلقاوها تقريبا 0.66 0.65، ونصحت بها الإخوان مرارا في الفيديوهات باش يشوفوا هاد الايوطا. المشكل الوحيد فيها لانها كانت في منصات اللي احنا ما كنخدموش فيهم بزاف. احنا كنا كنخدموا في البيتريكس وفي البولونيكس، ما كانش فيها ايوطا. ودابا كاينه في البيت فينيكس، كاينه في باينانس، اللي منصه جميله جدا، ونقدر نشرحها في القناه الا كان عندنا الوقت ان شاء الله. نعاود نشرح هذه المنصه الجميله والرائعه في القناه. لايت كوين 103 دولار. لايت كوين ديما الارتفاع ديالها بحالو بحال تقريبا الارتفاع ديال البيتكوين. شوفوا غير تقريبا هاد لاكادونس هادي هي تقريبا اللي كاينه هنايا، وماشي نفس الكوريلاسيون، يعني ماشي نفس الحجم، ولكن كان واحد التشابه قليل في الارتفاعات بين البيتكوين واللايت كوين. وهذا كيف ما قلنا راجع لواحد الانسجام اللي كاين بين البيتكوين واللايت كوين. بالنسبه للبيتكوين جولد راه دابا في ثبات عميق، يقدر يفيق في اي لحظه. الكاردانو اللي عنده واحد البروجي اللي صراحه مثير للاهتمام، ان الكاردانو تقدر تحقق واحد الصعود اللي كبير وكبير بزاف. ولحد الان دابا 0.13 دولار. بالنسبه للمونيرو كنا تكلمنا عليه، مهم مجموعه من العملات اللي داروا قفزه نوعيه، منهم الايوس 3.96 دولار، البيت كونكت اللي صراحه الكوريلاسيون ديال البيت كونكت مع البيتكوين اللي تقريبا لي غراف ديالهم متشابهين جدا. الا شفنا البيت كونكت، شوفوا لي غراف ديال البيت كونكت، لي غراف ديال البيتكوين. المهم كاين مجموعه من العملات اللي صراحه دارت واحد الروكور عالمي، منهم الايوس. الا شفنا ثاني ستراتيس 7.89 دولار. انا ستراتيس واحد الوقت وصلت 13 دولار، تقدر دابا ستراتيس ترجع للاوج ديالها 7.89 دولار. يعني جميع العملات بوبوليس اللي كانت في 3 دولار ولا 13 دولار، جميع العملات اللي تقدر، اللي صراحه ويف حتى هي كانت في 2 دولار، بين 2 دولار و 3 دولار، دابا 6.66. الارك اللي كانت بين 2 و 3 دولار دابا 4.16. ستيم اللي كنت كنوصي بها للجميع ديال اعضاء ديال القناه، فاش كانت اقل من 1 دولار و1 دولار، دابا 1.53 دولار. الفيرت كوين 8.73 دولار. صراحه جميع العملات كيف ما شفتوا كتعرف واحد الازدهار اللي غير مسبوق. كان هذا الازدهار كان تقريبا في الشهر ديال شهر يونيو، يعني 6 أشهر دابا باش كان هذا الازدهار هذا. جميع العملات، قليل من العملات اللي ما التحقوش بالركب، ولكن تقريبا جميع العملات كلهم تقريبا طوروا لواحد الدرجة كبيرة بزاف في الثمن ديالهم. وهذا شيء صحي لا كريبتو كورونسي. تقريبا دابا حان الوقت ديال قطف الثمار بالنسبة للناس اللي انفيستاو من قبل،
لا كريبتو كيرونسي والناس اللي تقوا في العملات دابا كيجنيو الارباح ديالهم، لان خسروا صراحه، كانت بزاف ديال الخسارات في هاد لي فورك الانقسامات السابقه، والان دابا كيعوضوا الخسارات ديالهم، خاصهم يكونوا غير انفيستو في العملات اللي بعض العملات اللي صراحه دارت تقريبا، دارت واحد ليفوليسيون كبيره وكبيره بزاف. المهم بالنسبه للناس اللي المبتدئين اللي باقي ما التحقوش بهذا الركب، وما التحقوش بالبيتكوين، وباقي كيفكروا ولا باقي ما عارفينش كومون سا سباس، كيفاش يبداو يستثمروا في البيتكوين، وانك تقريبا كاين مجموعه من الطرق باش تشري بيتكوين، ولكن اليوم غادي نطرقوا ثلاثه ديال الطرق، منهم السيت ديال كوين ماما، اللي دابا واخا دابا هو اوف لاين، كاين فيه واحد المشكل، لان عنده واحد الاقبال كبير جدا، مجموعه من الناس اللي كيشريو البيتكوين من هذا الموقع هذا. غادي تلقاو الرابط في تحت في لا ديسكريبسيون، فاش يكون الموقع 100% خدام نورمالمون تقدروا تشريو منه البيتكوين. وصراحة هذا الموقع عطينا السي إبراهيم اللي كاين معنا في القناة ديال التليجرام، هو اللي كيخدم في هذا الموقع هذا. إلى عندكم شي استفسار من هذا الموقع هذا، تقدروا تدخلوا للجروب تليجرام وتسجلوا بالريفيرال ديالو، وتقدروا تخدموا، يقدر يعطيكم مجموعة من النصائح على هذا الموقع هذا. وبالنسبة لوكال بيتكوين اللي كنت شرحته في القناة تقريبا شي جوج فيديوهات في القناة، تقدر تشري منه البيتكوين، تقدر تبيع فيه البيتكوين كيف ما شفتوا، تقدروا تشريو بالكاش، تقدروا تشريو بالترونسفير لي فيرمون بونكير. انا كنت كنتعامل مع هاد السيد هذا اللي هو فادي بي تي سي، تعاملت معه صراحة في جوج مناسبات، وكان واحد الشخص لي بروفيسيونيل وسريع جدا، يعني كدوز لي انا، بعت لي البيتكوين جوج مرات، كدوز لي البيتكوين كي يعني كدير ترانزاكسيون وكيدوز لك الفيرمون ديالك، ابخي كتليبري ليه البيتكوين. هذا بالنسبة للناس اللي باغيين يشريو البيتكوين، على الأقل يعني مثلا عجباتهم لوفر هنايا ديال مثلا ديال فادي بي تي سي، كيدير باي، أول حاجة يسجل لو كونت ديالو ويكمل لي زانفورماسيون اللي كاين هنايا، راه الهاتف ديالو هو هذا، وتقدروا تاخذوا أي واحد، ماشي بالضروري هذا الشخص هذا، ولكن أي واحد اللي بان لكم يقدر يكون مزيان بالنسبة لكم، ولكن غير خاص يكون فيه دي كريتير مثلا، باش عارفوا لي كريتير اللي مزيانين فيه، انه يكون ان تريدر، ولا يكون ان برو كيف ما شفنا، برو تريدر، وتكون عنده مثلا ما عندوش الناس اللي بلوكي بزاف، زيرو بلوكي. ابخي تشوفوا لو نومبر ديال لي ترانزاكسيون بين 250 و 500 بيتكوين، 1000 بلس، يعني 1000 ترانزاكسيون بلس ديال اكثر من 1000 ترانزاكسيون اللي دازت، يعني هاد الانسان كيبان تاخو فيه الناس، ولحد الان راه السمعه ديالو طيبه، تقدروا تاخذوا من عنده البيتكوين. فوالا، غير لي زانكونفينيون ولا السلبيات ديال هاد الموقع، انه لي في كيكونوا كتار بزاف، سيرتو الا كنتي غادي تبيع البيتكوين، كتبيعو بواحد الثمن اللي قليل بارابور للمارشي، في حين كنتي باغي تشري تقريبا، غادي تشري تقريبا نفس الثمن ديال المارشي وديال السوق ديال العملات الرقميه، يكون زايد بواحد شويه. طيب يا. وبالنسبه للناس اللي عندهم، اللي غير مقيمين بالمغرب، يعني في الدول الاجنبيه، واللي عندهم كوان بيز خدامه، يقدروا يخدموا بكوان بيز حتى هي، وكيمشي كيتسجل في لو كونت ديالو، غتلقى الرابط ديال كوان بيز لتحت ديال القناه، تحت ديال لا ديسكريبسيون، كتمشي للاشا اشا ايفونت، هنا غادي تلقى واحد تقدر هنايا تبيع، انا تشري ولا تبيع البيتكوين كيف ما بغيتي، تقدر تشري البيتكوين وتقدر تشري الايثيريوم. تري بيان، هذا من جهة. واللي بغيت نقول ان من بعد ما تش... من قبل ما تشري بعدا الايثيريوم، ولا تشري اي بيتكوين، ولا تدخل تشري البيتكوين، خاصك تسجل في منصة من المنصات ديال التداول. انا كنصح بمنصة ديال البيتريكس، ولكن اول حاجة فاش غتسجل في المنصة ديال البيتريكس، غتلقاو الرابط اللي تحت في الفيديو في لا ديسكريبسيون، فاش غادي تسجل في البيتريكس اول حاجة كتمشي للسيتين، وغتمشي لهنايا كاينه انهانسد فيريفيكيشن، هنا غادي يدير لي فيريفيكاسيون ديالك، يعني غتعطي الوثائق الرسميه ديالك باش تدخل لهذا الموقع هذا، تكون مسجل فيه قانوني، ما يوقع لك حتى شي بلوكاج، يعني غادي تتبع هاد الخطوات هادو حتى يولي لو كونت ديالك انهانسد، هنا تولي انهانسد عاده باش تقدر تصيفط البيتكوين. الا صيفطتي البيتكوين ولو كونت ديالك
ما كانش في لي فيريفيكاسيون نيسيسير، لي فيريفيكا يعني لي فيريفيكاسيون لازمه في هذا الموقع هذا، راه الفلوس ديالك يبقاو مبلوكي هنايا في السيت حتى دير لي فيريفيكاسيون ديالك. هذا من جهه. في حاله ما استعصى عليك الامر وما فيري ما قدرتيش تفيريفي لو كونت ديالك، هنا لو كونت ديالك في البيتريكس، تقدر دير مثلا لو كونت ديال في هذا الموقع هذا اللي هو هايت بي تي سي، حتى هو نفس القضيه ديال البيتريكس، ولكن تقريبا هو ما كيطلبش ليدونتيفيكاسيون، لكن انت غتخدم في لا كريبتو كورونسي، ما تخدمش في لا فيات كورونسي، فيهم الفيات كورونسي ولا كريبتو كورونسي. لكن تخدم لا كريبتو كورونسي تقدر تخدم بها البيتريكس اون اتوندون تفاليدي، عفوا تخدم في الهايت بي تي سي اون اتوندون تخدم في اون اتوندون تفاليدي لي زانفورماسيون ديالك في البيتريكس. وكاين ان اوتر سيت اللي هو بولونيا اكس، تا هو تقدر تخدم به، يعني ثلاثة المنصات اللي كاينين تقدر تبدا بهم. من بعد فاش كتسجل مثلا في البيتريكس وكتفعل لو كونت ديالك، تفاليدي لي كونت ديالك، تفاليدي لي زانفورماسيون ديالك اكسيتيرا، ما يكون عندك حتى مشكل. هذيك الساعة إلى مثلا شريتي البيتكوين من الكوان بيس ولا من أي موقع، كتعطيهم تقريبا، كترسل المحفظة ديالك باش كترسل ليها، كتمشي لهنا مثلا تاخد هذا هو لادريس بيبليك ديالك، لادريس بيبليك ديال البيتكوين ديالك، هو اللي بحال نيميرو دو كونت ديال البيتكوين ديالك، كتمشي هنا مثلا كوبكي وكتشوف لو كونت ديالك في الكوان بيز ولا هناك مثلا في كواني ما كيقول لك عطينا لادريس ديال البيتكوين اللي غنرسلوك فيها، تقدر تحط هذه العنوان فين غادي ترسل انت البيتكوين ديالك من الموقع اللي شريتي منه البيتكوين. تقدر تشري البيتكوين، من الاحسن ما تشريش البيتكوين بل تشري الايثيريوم، لان الايثيريوم هاد المواقع تقريبا كلها كتبيع الايثيريوم الا البيتكوين، الا اللوكال بيتكوين يعني كوانيما والكوان بيز كيقدروا يخدموا بالبيتكوين بالايثيريوم. يعني تقدر تشري الايثيريوم وترسل الايثيريوم للواليت ديالك يكون احسن، يعني كتجي هنا كتعطيهم كتاخد هاد الادريس اللي ديال الايثيريوم وكترسل الايثيريوم وكتستقبلوه هنايا في الواليت ديالك، ومن بعد كتقدر دير تراد كيف ما تعلمنا في مجموعة من الفيديوهات اللي كاين هنا اللي درناهم في القناة حول تراد. تخي بيان، كاين مجموعة من العملات اللي خصكم تردوا لهم بال. كاين واحد العملة اللي شفتها مؤخرا اللي سميتها ريكويست يعني التوكن اللي سميتو ريكويست نيتورك، كاين في الباينانس عفوا كاين في الباينانس. دابا كانت فاش شفتو انا كانت 850 وعطيتو للقناة كانت 850 ساتوشي، دابا 951 ساتوشي بالنسبة للناس اللي استثمروا فيه في القناة، كانت 850 ساتوشي في الجروب تيليجرام، دابا هو 951 ساتوشي. ليفوليسيون ديالو كبيرة بزاف، كيف ما شفتو ليفوليسيون ديالو مشات من هنا هبطات طلعت. المهم لو كونسيبت ديالو واحد الكونسيبت، واحد البروجي زوين، باغي نديرو تقريبا بحال ان سيستم باي بال لا كريبتو كيرونسي. اللي بغا لو بروجي ديالو صراحة نقدر ندير عليه حلقة، إذا دابا أنا في طور البحث على هذه العملة هذه باش نجمع المعلومات الكافية، نقدر ندير عليها حلقة سميتها ريكويست نيتورك. كيف ما شفتو تقدروا تديروا عليها الأبحاث ديالكم، بالنسبة لي أنا مزيانة. علاش؟ لأن الماركت كاب كيف ما شفتو 70 مليون دولار، رقم مهم جدا صراحة. لا كونتيتي سبلاي تقريبا ما كبير كبيرة شوية ولكن مزيانة، 1 مليار تقريبا، 1 مليار في الكوان ماركت كاب، في الماركت كاب ديالو، ولكن دابا لحد الآن هو 0.11 دولار، 0.11 دولار، يعني أنا أتوقع بأنه يقدر يوصل الماركت كاب ديالو لواحد 500 مليون دولار ويطلع 0.5 إذا كان لو بروجي كيف ما شفتو أنا تخي سوليد وعنده واحد لو بوتونسيال كبير جدا. المهم قبل ما تستثمروا في أي عملة ولا ديروا أي أكسيون، ديروا الأبحاث ديالكم، أنا كنحاول غير نوضح لكم ونعطيكم لي زانفورماسيون كيف ما تلقيتهم. فوالا هنايا كيف ما شفتو كاين في الباينانس، أنا تسجلت نيت في الباينانس باش نشوف هذا الموقع هذا اللي أكثر من رائع. كاين في مجموعة من لي زيكشنج اللي كنعرف انا كوس سواء عمله واكستشنج، كاين في الايثر دلتا، الناس اللي كيستعملوا الايثر دلتا، وباقي في الايثر دلتا كيف ما شفتوا في الماينس طلع شويه، وفي الايثر دلتا باقي شويه رخيص، تقدروا تاخذوا من الايثر دلتا اللي 0.97. كيف ما شفتوا تقريبا هاد العمله هذه ولا هاد التوكن هذا
صراحة كيبان ليا باقي في ما يدار، لأنه باقي الثمن ديالو يقدر يطلع يوصل لواحد الدرجة كبيرة جدا، سيرتو أنه باقي ما كاينش في البيتريكس وباقي ما كاينش في المنصات الأخرى الكبرى. دونك إلا دخل بعض المنصات الكبرى مثل البيتريكس، مثل البيت هاب، ولا مثل الباينانس، عفوا الباينانس فيها، مثل هايت بي تي سي ولا البولونيكس، الثمن ديالو تقريبا غادي يرتفع ويرتفع بزاف. كاين واحد لا سوليسيون اخرى ولا واحد لا سيس اخرى اللي خصكم تولي تردوا ليها البال، تمشيو للتريندين هنا، وكتمشي جينرز اند لوزرز. جينرز اند يعني العملات الرابحه، جينرز اند لوزرز العملات الرابحه والعملات تقريبا اللي خسرات بزاف. وهنا كتقدر تعرف فين اتجاهات السوق، فين كاينه. مثلا لو بغيتي تعرف مثلا البامب فين كاين، تقدر دير اينور هنا مثلا، وغادي تشوف العملات اللي تقريبا فيها البام كبير مثلا. ومن هنا تقدر تشوف العملات اللي فيهم لو ريسك بزاف، يعني هذوك العملات اللي كنا ما كنصحوش بيهم، ولكن تقدر تخلي واحد 5% ولا 10% غو ماكسيموم من البورتفوليو ديالك، من المحفظة ديالك، واحد 5 ولا 10% كديرها لهاد العملات اللي رخيصة بزاف، اللي تقدر تلقى فيها لو بري طايح بزاف، ويكون عندها واحد المهم واحد البصيص من الأمل بان تقدر تطلع. ومن هنا تقدر تلقى هذيك العملات، مثلا تجي تشوف مثلا هذه العمله، هذا على سبيل المثال، هذه العمله ما كنعرفهاش، على سبيل المثال تقدر تكون عمله نصابه، ولكن انت كتقدر تحط فيها واحد المبلغ اللي صغير بزاف، ودير واحد الاوردر اللي ربما هذه العمله تطلع لواحد الثمن اللي كبير بزاف. مثلا كيف ما شفتوا هنا الثمن في هذه العمله، هذه في 35 ساتوشي، الماركت كاب ديالها كيف ما شفتوا 121 $1000، الكونتيتي سبلاي 30 مليون، يعني هذه العمله تقدر تطلع اذا كان فيها ان بامب، يلا فيها 10 بيتكوين، تقدر تكون 90% نصب، 90% نصب ولا 99% نصب، ولكن عندك هذاك 1% كتلعب عليه، هذاك 1% كتلعب عليه. يعني كتحط هنايا مثلا 10 دولار في هذه العمله، هذه كتحط 10 دولار، وربما كتقول ربما يكون شي بامب كبير فيها، إذا كان فيها شي بامب هذيك 10 دولار تقدر توصل لواحد المستوى اللي كبير بزاف، تقدر توصل $100، تقدر توصل $1000. كيف ما شفتوا هذه العملة ها هي فيوبيت، كيف ما قلت لكم احتمالية النصب كبيرة جدا، ولكن احتمالية الربح حتى هي كبيرة جدا إذا كان ان بامب. كيف ما شفتوا لازم نشوفوا الشحطة ديالها، هي هذه صراحة. هذه العملات ما كنتش باغي نشرحهم، ولكن العديد من الأصدقاء اللي طلبوا منا باش نشرحوا بحال هذه العملات هذو. كيف ما شفتوا هنايا واحد البامب وصلت ل 324 ساتوشي، في واحد البامب كبير كان هنا في الاول في البدايه ديالها، شويه هبطت العمله مثلا هنا، هذه خديناها غير اوازار، يعني على ما كنعرفش هذه العمله عمرني ما شفتها، غير خديتها اوازار باش نحاولوا نديروا عليها واحد الدراسه، اللي تقدروا نتوما اي عمله ديروا بحالها وديروا الدراسه ديالكم. شفنا لي زانديكاتور ولا المؤشرات اللي خصنا نشوفوا، لا كونتيتي سابلاي، الماركت كاب. انا صراحة ما كنشوفوش البروجي ديال العملة ولا شنو هو، اش كدير العملة ولا شنو، كنحاولوا غير نوعا ما، ما عرفتش كيفاش نقول ليها، ولكن نوعا ما كيف ما نقولوا دير واحد الرهان على واحد العملة اللي ربما يوقع فيها واحد البام، وتحط فيها واحد 10 دولار ولا واحد 20 دولار، وتقدر ديك 20 دولار توصل لواحد 200 دولار ب 30 دولار. حتى لو مشات لك 10 دولار ولا 20 دولار ما غاديش يبقى في الحال، لانك ما احتاجتش راس المال ديالك كامل. الخطير في الامر هو انك تحط الكابيتال ديالك كامل في هذه العملة، هذا هو الخطير في الامر والخطأ بالنسبة لي أنا، لأنك هذيك الساعة كتكون ريسكيتي بزاف من الأصول ديالكم ولا البورتفوليو ديالكم. كيف ما شفتوا تقريبا تقدر بهذه الطريقة هذه تقدر يكون عندك مجموعة من العملات اللي تحط فيهم واحد المبالغ صغيرة، وإن فوا غير واحدة عملة واحدة إلا صدقات، عملة مثلا هذه وصلت ل 350 بيتكوين، 350 ساتوشي عفوا، 350 ساتوشي في البيتكوين، غادي تولي عندك انت 10% ديال الارباح. يعني اللي كنتي حاط 10 دولار تكون $100، اللي كنتي حاط واحد المبلغ مثلا 20 دولار ولا 30 دولار غتكون $300 تقريبا. ولكن ما قلتش خاصنا ضروري نكونوا نخدموا في عملات اللي رئيسيين، عملات اللي عندهم لو بروجي، ولكن كيكون عندنا واحد 10% ولا واحد 5% من البورتفوليو ديالنا لو ريسك. كما قلت لكم هذه طريقه من الطرق اللي تقدروا تلقاو فيها مجموعه من العملات اللي تقدروا تريسكيو فيهم وتحطوا فيهم الاموال ديالكم. ولكن كيف ما قلت لكم لو ريسك راه كاين، ولكن فاش كيكون لو ريسك كيكون حتى لو غان كيكون كبير بزاف. مثلا كدير مثلا اينور، هنا كتعرف
فين كاين تقريبا البامب، يعني مجموعة من العملات اللي تقدر تحط فيهم كيف ما قلت. ماشي تحط الخطأ اللي كيوقع هو انك تقسم الرأسمال ديال كله على هاد العملات. لا، هتخدم على عملات اللي كنا شرحناهم في القناة، مثلا نيو، مثلا اللايت كوين، مثلا الاثيريوم، مثلا مجموعة من العملات اللي شفناهم، ستراتيس، ليسك، مجموعة من العملات، ولكن كتخلي واحد لو بورسونتاج قليل لهاد العملات هادو، مثلا صغار جدا اللي يقدروا في يوم من الايام يكون فيهم شي بام ويطلعوا واحد الدرجات كبيره. مثلا اتش تي ام ال كوين، هاي اتش تي ام ال كوين في جوج ساتوشي، الا كاع وصلت لهاد العمله، نقولوا حنا غير وصلت لغير 4 ساتوشي، راه عندك 100% ديال اللي كاع، يعني تربح الضعف ديال داكشي اللي حطيتي. وهنايا كيف ما كنشوفوا العمله، انا كانت واحد ساتوشي، كانت هو الثاني تقريبا اقل من واحد ساتوشي. المهم هنايا وصلت لاربعه، تقريبا 4 ساتوشي كيف ما شفتوا. فوالا تقريبا كيف ما قلت لكم هذه القضيه، هذه بالنسبه للناس اللي شرحنا في هذه الحلقه، الناس المبتدئين كيفاش يقدروا يبداو. ولاي اللي عنده اي استفسار يقدر يدخل الجروب ديال التليجرام، عندنا في الجروب ديال التليجرام ان شاء الله نقدروا نجاوبوا على الاستفسارات ديالو. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو لو ريسك، راه كاين هذه العملات هذو يقدروا يستثمروا فيهم مبالغ قليله جدا. واللي بغيت نقول هو انك قبل ما دير اي حاجه قلتها لك ولا اي حاجه نصحتك بها، دير لي ريغوشيرش ديالك. انا ما كنعطيش نصائح للاستثمار، هذا غير الراي ديالي والطريقه باش كنخدم انا. كنبغي نوصل لك شي حاجه اللي عرفتها انايا من عند الاصدقاء، والقناه غير انترميديات باش تعرف هاد الحوايج هادو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم بزاف، ونتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد الفيديو هادي. ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناه وزر لايك زر لايك. الناس اللي ما عجباتهمش الفيديو قدروا ديروا ديسلايك، ما كاين حتى شي اشكال. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.